كل غرز الكروشيه التونسي شبيهة بالتريكو؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم وفكرة جديدة. دايما بتسأل السؤال ده، وانه ايه وجه التشابه ما بين الكروشيه والكروشيه التونسي تحديدا والتريكو؟ هل يا ترى كل الغرز دي بتعمل الغرز دي؟ ايه الفرق في الملمس؟ كل ده ان شاء الله هجاوبكم عليه، وبدايته هو السؤال ده: هل انا اقدر اعمل كل غرز التريكو بالكروشيه التونسي، او كل غرز الكروشيه التونسي شبيهة بالتريكو؟ حتى لو لقينا شبه ما بين التريكو والكروشيه التونسي، برضو نرجع لانه الملمس النهائي هيكون مختلف. طريقة الاستحمال او القدرة التحمل بتاع الغرزة دي هتكون مختلفة تماما عن غرزة التريكو. يعني انا لو عملت البليسيه ده وعملت البليسيه ده، ده تريكو وده كروشيه تونسي، الاتنين بليسيه وكل واحد فيهم حلو وشكله جميل واقدر انفذه، ولكن بتاع الكروشيه ليه عيوب، زي انه واسع، النسيج بتاعه سميك، اقدر انفذه في بعض الحاجات وبعض الحاجات التانية لا. زي ما قلت لكم، نقدر نعمل بيه الشكل بتاع الرب او المردات، لكن ما نقدرش نعمل بيه فتحة عروة مثلا. فهل ده مثلا ميزة رهيبة او ده عيب رهيب؟ لا، انا والحاجة اللي انا بحبها، يعني انا بستخدمه وبنفذه في الكوفيات التونسي، وهتشوفوا كوفية في الايام الجاية انا عاملة الكروشيه التونسي فيها من اولها لاخرها، بس هي تديني منظر التريكو. ولكن الديل ده مستحيل يكون شبيه للديل التاني وبس، لا، هي الديل ده هيستحمل اكتر من الديل التاني. فالتريكو ملمسه رخ جميل، ولكن لو اتجبدت مني غرزة انا مش هقدر، او يعني بمعنى ايه، بمعنى انه لو تشدد مني غرزة انا مش هقدر ان انا أدويها، ولو دويتها أدويها شكلا وليس مضمونا. ولكن كروشيه تونسي أنا لما باجي تطلع مني غرزة كده عفوية أو شبطت في حاجة، سهل جدا إن أنا أشد النسيج يمين وشمال بطريقة البلس كده، يمين وشمال كده وفوق وتحت، فإيه هتظبط معايا الغرزة وهترجع زي ما كانت. لكن طبعا في التريكو انتوا عارفين الحركة دي مستحيلة تحصل، ولو حصلت يعني هيكون نسيج برضو مش نفس الشكل أو نفس الجمال اللي كان فيه. فده برضو حاجة. كل غرز الكروشيه التونسي مش اقدر اعملها بالتريكو والعكس، يعني في غرز في التريكو فعليا بتكون تحفة فنية، بس انا ما اقدرش انفذها بالكروشيه التونسي، ولو نفذتها مش هتكون بنفس الملمس. ممكن تكون شكلا شبهها وكل حاجة زي الغرز العدلة، ولكن ملمس الغرز العدلة في التريكو اكيد اكيد مختلف عنه في الكروشيه التونسي. وده بس بالنسبة لغرزة واحدة. عالم الخيوط والهاند ميد عامة حاجة كبيرة قوي، وبنقدر نفصصها حتة حتة كده وبنفهمها، واكتر فهما مش بس لما يكون حد بيقولك، لا كمان لما تنفذي بنفسك. فاكيد اللي اشتغل تريكو او اشتغل معايا كروشيه تونسي وراح للجزء التاني، سواء تريكو برضو او كروشيه تونسي، هتقدري تحسي اكتر بالفروق البسيطة اللي محدش بيقولك عليها، سواء في التريكو او في الكروشيه التونسي. كده فكرتنا النهاردة تكون خلصت، بسيطة وسريعة، وملخصها انه مش كل غرز الكروشيه التونسي اقدر اعملها بالتريكو والعكس، ولكن الملمس والخامة اكيد هتختلف معي. وبس خلاص، فكرتنا النهاردة تكون خلصت. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة. مع السلامة، باي. امشي امشي.